الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، بسم الله كانت البداية، وبحمد الله نختتم هذا الملتقى في هذا المساء ضمن انطلاقة تحديات سن الحقايق في هذه الأمسية الشحانية الجميلة مع انطلاقة سباقنا المحلي الخامس. هكذا يعلن شوط الثامن عشر من أشواطنا في هذا المساء. شوطنا أيضا للقعدان ينطلق ما بين حنايا ميدان الشحانية، يحمل من الأسماء ويحمل أيضا من الشعارات الجميلة وطموحات الأخوة المشاركين بالفوز والانتصار وتسجيل نقطة في هذا المساء. نحن نتمنى لكم ولنا التوفيق في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. نتابع البداية وأول الأسماء، نذهب إلى مقدمة الشوط وعمق الميدان، يحمل لنا دالوب على مقدمة هذا الشوط، يقدم سعيد بن عبد الله بن صالح الحول المري، يأتي بانطلاق الدالوب على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام، نتابع ثاني المراكز في هذه اللحظة، بدأ يتقدم هناك شباب العبد الله بن سالم بن مسلم جار الله النابت، يقدم شباب على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظه مشاهدينا الكرام بهذا الاندفاع مصبح سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، ياتي في هذا المساء بانطلاقه مصبح ويقدم في هذا الشوط مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل في هذه اللحظه محل صدف هناك، ولكن ينخطف من قبل اللي وصلنا في هذه اللحظه درب الحمد بن علي بن حمد بن علي البريد، يقدم لنا درب على مستوى المركز الرابع. كما نتابع المركز الخامس مشاهدين الكرام، من وصل في هذه اللحظات انطلاقة مخلاب الفيصل بن حمد بن عبيد الفهيدة المري مع المركز الخامس. هكذا الأسماء مشاهدين الكرام والمراكز المتقاربة من بعضها البعض من أجل الفوز والانتصار. من الذي سيسجل ناموس هذا الشوط في هذا الانطلاق مع خاتمة أشواطنا في هذا المساء؟ ما شاء الله، لكن البداية الذي غير في هذه اللحظة بدأ ينطلق هناك درب 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 مشاهدين الكرام في رصيدة نقطة في المحلي الرابع أو الثالث. نعم ما شاء الله، هناك درب مشاهدين الكرام، ملك حمد بن علي بن حمد بن علي البريد يقدم درب على مستوى المركز الأول، لكن ثاني المراكز يتقدم في هذه اللحظة. ما شاء الله، شاهين حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية يقدم شاهين على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظة من رعد الجابر بن فهد بن سنيد البحيح المري. المركز الرابع، شوف التقدم في هذه اللحظة، عز الجيش وصل عبد الله بن حمد بن علي بن حمد المري. ما شاء الله التقدم مشاهدي الكرام من المراكز وتبادل المراكز. الله 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 الله، لكن البداية هناك المقدمة شاهين. شاهين لا زال على قمة هذا الشوط، يأتي بهذا الاندفاع الجميل حتى هذه اللحظات. حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية، روح يا ابو علي هناك مع مقدمة هذا الشوط بانطلاقة وتحديات شاهين على القمة على الصدارة والبداية. المركز الثاني اول ظهور في هذه اللحظة، من وصل؟ عز الجيش الفهد او الفهيد بن علي بن فهيد الزبدان المري. الله الله الله، وسلالة عز الجيش التي دائما وابدا لها الحضور المشرف، لها نصيب الاسد في مثل هذه الملتقيات. المركز الثالث، من وصل مشاهدين الكرام؟ أتابع أيضا هناك الذيب راشد بن بطي بن محمد الحسن المري. المركز الرابع، وأتابع أيضا هناك القدوم والتحدي الجميل من الحنيش محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري، ولكن شاهين الله يا سلام لا زال على البداية، لا زال على صدارة هذا الشوط ويحلق هنا في سماء الشحانية بهذا الاندفاع الجميل. يا سلام يا أبو علي، ينطلق ببداية هذا الشوط حمد بن علي بن محمد أو حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية، يقدم هناك شاهين، يقدم شاهين على مقدمة هذا الشوط. واشكرك يا ماجد بن حلفان على هذا التقديم الممتاز بانطلاقة شاهين في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل بينما المركز الثاني. من وصل هناك؟ الذيب ملك راشد بن بطي بن محمد الحسن المري. المركز الثالث، من وصل على ثالث المراكز؟ عز الجيش اللي فهيد بن علي بن فهيد الزبدان المري. المركز الرابع ورابع المراكز حضر فيه الحنيش ملك محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. المركز الخامس مشاهدي الكرام،
من وصل على خامس المراكز عز الجيش العبد الله بن حمد بن علي بن حمد المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن شاهين من حقق ناموس هذا الشوط، وكما نتابع أيضا هذا الملخص الذي يحمل لنا انطلاقة شوط الختام بهذا التحدي الجميل. واللحظات هناك لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية قاطع 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق و27 ثانية، 4 أجزاء من الثواني. تهانينا الحمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهي على فوز شاهين في هذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام من وصل في الذيب قاطع 3 كيلومتر في 4 دقائق و27 ثانية، 8 أجزاء من الثواني. تهانينا الراشد بن بطي بن محمد الحسن المري. المركز الثالث من وصل هناك على ثالث المراكز عز الجيش قاطع أيضا 3 كيلو في 4 دقائق و28 ثانية، 4 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لفهيد بن علي بن فهيد الزبدان المري على فوز عز الجيش بالمركز.